واش عمرك يا سفيان جبتي صاحبتك للدار وكنا احنا مسافرين؟ هل يوجد حب جديد في حياة فائزة؟ وهل فائزة ما زالت تعاني من حرقة الغضا والخيانة؟ لو خيروك ما بين مرت بادر او مرت اشرف ناري فائزة تزوجات وقال لك راجلك حبسي اليوتيوب ولا صافي الله يعاونك بنت الناس. الا قالت لك ماما تسكن معايا ومراتك ما بغاتش شنو؟ السلام عليكم لافامي الناس زوينين، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحتكم مزيان؟ اماكم امين؟ الله يحفظكم الله يخليكم لينا كاملين. حبايبي اخوان الاخوات الكرام، شخباركم؟ صحه ديالكم مزيان؟ الله يحفظكم لينا كاملين. هاد التشالنج بالضبط اللي غادي نديرو حداكم اللي هو شاركناه مع الناس ديال الانستغرام، داكشي اللي غنقول لكم هو جو عندنا الانستغرام اللي هنا 10 الاسئله وهنا 10 الاسئله من الناس الحبان ديالنا هما اللي كتبوا لنا الاسئله محرجين. انا دات ستوري في الانستغرام ديالي سفيان بوينت تي اش، فاذا دات ستوري فاذا طاري 58 في الانستغرام ديالنا، واقترحنا للناس وما يعطيونا الاسئله المحرجين اللي نقول لهم الفائزه ما تقدرش تجاوب عليهم، باش ان شاء الله اي سؤال ما جاوبتش عليه غادي تخوي عليها هي النفاخه، حيت انا عارف هي ماشي صريحه. اختي ساره عمرات 20 نفاخه. كيف كتشوفوا 20 نفاخه صغيره عمرتها؟ عندنا 20 نفاخه، سفيان عنده الحق ديال 10 نفاخات، قد الاسئله ديالو 10 نفاخات، وانا كذلك. التحدي ديال اليوم انا كنميزي 1000 درهم وسفيان 1000 درهم كنميزي 1000 درهم. ازاي متقاسيش ديالك؟ ويلي ويلي جمعهم بجوج دابا. دابا ولات عندنا 2000 درهم. القانون مالك مالك بغيتي تاكلها تاكلها ما ناخذهاش حتى تربح ان شاء الله بالنصيب. حطهم هنا ودوي حطهم جوج. دابا 2000 درهم اللي عندنا مثلا سفيان بقوله 6 ديال النفاخات وجاوب مثلا على الاسئله هو اللي ربح. فإذا إلا كنت انا 4 ديال النفاخات اللي درت بيه، إلا كنت انا النفاخات اللي بقاو لي في الاخر اكثر من اللي النفاخات اللي بقاو له، حيت غنكون جاوبت على الاسئله المحرجه اللي كاتب لي اللي ما عرفت شنو فيهم. اللي بغيت نقول لكم هو باختصار هو انه اكثر واحد تفاجأ عليه النفاخات راسو هو اللي غادي يخسر. عندنا الحق ديال 10 نفاخات، 10 نفاخات كاين هنا 20 نفاخه. وحيد ما تقدرش تكتب في جيبك، هادشي ماشي ديالك. المهم اخوتي ان شاء الله غنبداو بالاسئله، خليكم معنا. ساره هي الحكم. لا بلاش قبل ما نسالو، ساره دارت لينا وسط من هاد 20 نفاخه، شو درتي لهم ساره؟ درت واحد نفاخه فيها واحد اللون الاحمر ملون احمر، وكيف شفتوا كلهم اسود هنايا. الو ساره اللي هتهز لينا. ساره ما ديريش معنا الغش. لا ما كاينش الغش. ساره هي اللي هتهز. لا وتقول قسما. ودير ادير فنيته هنايا ويكون كرسي هنايا نجلسو وغادي نسالو يا يسالني يا سالني. يلا اخوتي ليتس جو خليكم معنا. فوالا لي زامي كلشي رتبناه، النفاخات 20 نفاخه هنايا 10 10. ايوا هادي ديجا واجده. الا فيش شكون يبدا السؤال والله اخوتي الا سمعتوا شي صوت ديال الموطور ولا شي حاجه وداكشي درنا في البالكون سمحوا لينا بزاف. نتوما كتعرفوا لا لا جميله الا بغات دير شي حاجه ما نديرو الماء وداكشي في الدار، قلنا البالكون باش ما تشوفش الفيديو تخط تخط. اللهم خلينا هاد الساعه حنا باضيين ويلا ليتس جو حبيبي. الا فيش على ثلاثه شكون اللي غيبدا السؤال الاولاني؟ قبل ما نبدا ولي طاحت فيه ديك الحمراء. اها تعطيني 200 درهم ولا نعطيك 200 درهم؟ فوقاش الا طحت فيك حتى انت اللي غتعطيني 200 درهم. تقليد عليك ما عارفاش فين كاينه ديال التقليد. لا والله ما عارفه قسما بالله ما عارفه قسما بالله ما عارفه. الا عارف الله يعطيني موصل مشات قدام الناس قدام الناس 200 درهم. يلا في ثلاثه ولا وحده؟ ثلاثه. الا فشات واحد، الا فشات واحد، واحد فشات جوج، واحد فشات ثلاثه. حلوه الحلوه. يلا سولي. لا هو لا يسولي. انت لا تسول. انا اخشى انا اخشى. هات تعاود هذيك تما. لا نعطيو ساره اللي تقرا. شو السؤال الاولاني ديالنا؟ ساره تقرا. ساره تقرا. ماما جميله العواب. واش قبل تزوجي راجل سمين زعما غليظ وقال لك بغا يدير العمليه ديال تكميم المعده، واش تقبلي ولا لا؟ الصراحه ماليش تقبل. لا كلينيكا تسدو تسدو. يلا دابا انت تعذبت بزاف صراحه. هذا ماشي سهل، هذا تقانيلا. قولوا لي اني
شابك هادي الا هادي خالد هذا بو بون خالد بوشناق بوشناق خالد بوشناق قال لك الا جبنا لك دابا ميزان حدا الناس واش غادي تعبر ولا لا؟ نهزو التليفون نجيب لك ميزان نشوفو شحال فيك صوفيا من الكيلو. يلا والله لا قالت لك ديما كتبقاي تي الغليظه. سؤال ديال فاطم الزايا عزيزي، واش تقدري ديري شين يوتيوب بلا صوفيا؟ فراسك اسئلتك كيتجاوب عليهم ماشي محرجه. باقي هاد الزيتي هادي ديالها بلاتي. الصراحه ما نقدرش، بدينا يد وحده نكملو يد وحده غادي نموت يد وحده. بزاف كاين والله خالد بوشناق لبقاش. انا اسئلتي يلا عطيها عطاو. الصراحه كاين بحال هاد الاسئله ما خديتهمش، ولكن الاسماء اللي عندهم ولكن كلها وباش هزيتي ما يعني باقي زعما باقي دابا تشوف. يلا هز انا انا فليبا عطيك تعطيني فليبا. ناري هادي ليلى السعداوي، واش عمرك جربتي شي حاجه ديال المخدرات؟ رجع له مو بعد مني حسيتو باسلة. ليلى كرسو لي على نسيب ديالي تشويكه وقالت لي تشويكه لا والو غتشوفوا صوفيا الحقيقه ديالها من كيوض من النعاس. شكون بعدا؟ سميه عطاوي. شو قالت؟ جاتك ورقه ديال الحج شكون تدي واحد واش باباك ولا ماما؟ لا هو ناري. سي سميه سي الله يعطيك شي حجه. يلا شكون اللي داب سخوطه؟ باباك ولا باباك؟ ها؟ سؤال شهاده. ماماك وباباك؟ ما يمكنش نفرق بيناتهم بجوج. بجوج. سفيان. لا واحد فيهم. واحد. ولكن السؤال خاطئ مع احترامي اللي طرحاته. لان المراه كتمشي بالمحرم ديالها. لا. حسيتي بجوج؟ لا ما يمكنش كتمشي بوحدها. لا ما لا لا. مع رفيق. لا راجلها هو الرفيق. حمزه. سؤال خاطئ ما تجاوبيش عليه. جلس. الصراحة مع بابا مام. جلس. صافي غدوشي. ناري يا خويا. سير. الله عليك يا رسول الله. باقا ما كايناش تحميرة. ويلي البروشينغ مشى. مشى خويا مشى. صافي. ولكن ما سؤال موال. لا سؤال. ما سؤال موال. باباك ولا باباك؟ انا شحال من واحد مسكين ما كيكونش عنده الفلوس وما كيستطعش يدي والديه بجوج كيدي ماماه وكتمشي معاه غافي. انا كنت بلاصتها نقول بابا لان هو عنده حق يمشي بوحده ما تكياش في الجواب. وانا قلتها لي يبقى فيه الحال ماما تبقى فيه. لا ما يبقاش فيه الحال حيت عارفه يا اما يمشي بجوج يا اما يمشي بوحده. ماشي مشكل اخويا حمزه ماشي مشكل. لعل لو خير. قفرت حق هذيك اللعبه الحمراء مازال ما طاحتش باقي ولا 200 درهم قسموها معايا والله الا انا نقرا تبقى خدام معاهم فابور. يوسف بول شبشوب الا قالت لك ماما تسكن معايا ومراتك ما بغاتش شنو دير؟ قالت لي زعما انت راك مزوج اها وماما قالت لك تسكن معايا ومراتك كاع ما بغات تسكن معايا طلقها الحريه ديالها ما بغاتش حماتها تسكن معاها مع كل الاحترامات. انا مع احتراماتي لهاد السيده اللي غناخذ قبل ما غناخذها حتى غادي تكون امي حاطه في المرتبه ديال ماما. علي لا هي قالت كان بغيتك بغيت سويتها. شوف بغيت ماماك ماشي ما بغيتهاش غير بغيت نسكن انا وياك في الدار ما تكونش معايا حماتي. ناس الله يحفظ لكم والديكم. هاد الكلمه اصلا ما كتكتبش وهادي اصلا ما خاصهاش تكتب. هاد السؤال
اشرف صوفيا انت الماما خط احمر ولكن بالخاطر وبالمحبه وواحد القيسه راه ما جا ما تقولي سير تكون بحال سكنت مراتك خذ حريتك ماما ما هذا غير سؤال ولكن هو نورمالمون الوالدين مسكينه في العمه غمشات عند اصلا سفيان بغي سفيان بغي يستقل تو زينب عزيزي زهير زينب قلت زهير زينب عزيزي شكون خوتك اللي عزيز عليك بزاف وعلاش الله يحفظك زينب على هذا السؤال الله يحفظك زينب ودي كاس عزازين عليا كاملين عزازين ع... بلاتي عزازين عليا كاملين شي خوت ما كيخصهمش يتفايقوا خمسه الصباح حنا خمسه بعض اشرف البعض ساره اشرف فائزه صوفيا الخمسه ما كيخص تختار بيناتهم حتى واحد باغي غير نقول ما بغيتش لا لا قلنا الحقيقة قلنا الحقيقة شي واحد زايد نغيزة بغي ما تكذبيش لا لا ما كاين حتى واحد حيت قالت لك شكون تختار ولا لا. كنت فاهم مع سفيان برافو وعلاش؟ حيت كيفهمني عشيري فهمتيني عشيري ديالي فهمتيني شي اشكال زينب كنتي تكتبي والاخرين يوقعوا شي حاجة صافي ما يمكنش صافي اوكي اوكي كون كنبغيكم والله علاش لا كلكم والله انا نقرا انا فلوس رطارو مع البرد اللور عندك لا لا درت لي هذيك اللعيبه محمد كنيات سمحوا لي بن شليح محمد بن شليح بن شليحه لو خيروك ما بين مرت بادر او مرت اشرف ناري ماضين والله الا ما ناري سؤال خطير هذا خطير عليك بنفاخه والله يتحام عليكم واه قول قول علاش ندير سيرفي انا ارزقها ارزقها والله يتحمر سارة العشاء ضمننا اليوم العشاء هذا ربي يسع الحمد لله الحمد لله نوض وسيم شيحه قوم عيالات خوتي بشوجهم عزيزين عليا صراحه ما يمكنش ايوا داكشي علاش بغيت تنفخ نوض صوفيا تفزغي نوض كشكش كشكش يا با صوفيا يسير بيا طيب اه ليه سفيان عبد اللطيف رفيعي الا قالوا ليك شين وحده ضروري تحيد اشمل وحده تحيدي ديال سعيد وجميله ديال اشرف وفاطم الزهراء ديال صايا وحمزه ولا بدا شين وحده تحيد لا ما نقطع رزق حتى واحد اصاحبي يالله يالله فائزه عتي فائزه شنو قمت قلتي انا مسامح لك حيدي سوفيا وفائزه وسوفيا لا مكتوب فائزه وسوفيا وحفزه واصل با الله الله هذه عامره هذه عامره بزاف عامره بزاف ياك خويا هذه عامره بزاف وانا تحمير غادي ندخل تعرف انا دابا غالبك انت اوه باقي ما كملناش اسئله لحد الان فقط اللي جاوك انت ما جاونيش انا دابا جوج انا ثلاثه قول انا ثلاثه كثر اربعه ماشي مشكل الفيديو شي نحسب واحد واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 13 14 15 ديك اللي قلت لك ثلاثه وانت جوج ارى لي ارى لي سير 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 غنجاوب غنجاوب غندوش غندوش عادل بوحميد عادل بوحميد سمحوا لي باش كانت مراتك حاملة وتوحمت على اللحية ديالك قالت لك حيدها حتى صافي ما يبقى والو تحيدها؟ لا تنحيدها ريييييي واش خويتي ولدي شي فيه بوبايصة دور ياك اللحية كتفوض ولدي مسكين اللحية اخويا عادل انت ما وانت اللي بزكتي ليا كنت انا كندير لها هكا
هذا مشى هذا مشى سالتيني هذا قالوا لك شين سيف بلاتي نشوف شكون عمر الحسيني شنو هي اللحظه اللي نهارت فيها فائزه ومن بعد رجعت وقفت على رجليها شنو هي اللحظه اللي نهارت قصتي بها بزاف وتعذبتي ولكني ربي على رجليك قوك انا حسيتي انك بحال رجعتي من جديد شنو هي اللغه العربيه تفهمت نقدر نقول لك حياتي كامله يعني اللي وقع لي وهذا هي فتره يمكن ديال طلاقي وهذا كنت حطمت واحد الشهرين وهذا ولكن قلت وتستمر الحياه وخدمت وهذا حياتها الزينه توديه وتستمر الحياه صافي هذه زعما ولكن تقوي شنو جاوب عطى سؤال يلا خصها رعايه المصنع كيوزن الساندويشات لا هادشي اللي كاين مالك جلسي جلسي بقيتي واقفه بزاف شنو راك تلا قبيله حمزه جيب لك كرسي جيب لك كرسي واه هذا فازك جلسي شوف بقى واقفه قلت شويه زيد دخلوا دخلوا هنايا زيد 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 سناء حساني عندك بيبي لا 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 البارد البارد ماشي بيبي شنو عندك كاسه عندك بي قلت له بيبي عندك بي زايد وبزمنك خاصك دي واحد من ولاد خوتك كاملين شكون هو غندي فاطمة زهرة بنت سارة لأنه هي الكبيرة وهي اللي تعيش لك الأجواء وما باقيين صغار تيكبروا إن شاء الله وهي حيت هي الكبيرة وما باقيين صغار ما غيعقلوش على داك اللي ما نقدرش أنايا ناري حيت فاطمة زهرة تبارك الله كبيرة شدات تبارك الله وصلى على النبي عليها هي اللي غتعيش دوك لي مومون وغادي تاخذ دي سوفوني وما باقيين وليدات صغيرين تيكبروا إن شاء الله حاليا خاف من هادي عطيني الجبال لا والله ما خفت دويت واقع كلهم تنحماق عليهم وتنحبهم وعارفين ما عنديش فاك بيناتهم وانا ما تجينيش معاك عمرو بالما كنقول لك حطهم هنا سهوب لقيتي فيك شي كتنقل في المدرسه اسلام نور الدين هل يوجد حب جديد في حياه فائزه وهل فائزه ما زالت تعاني من حلقه الغضب والخيانه دابا خصني نجاوب واش عندي شي حب في حياتي شكون طلع معاها واش وصافي اذا نجاوب مجاوب هذاك انا صاحي لك جالس ديلها شوفوا وين على الباسيت كون شي تسلسلي وهاد الحوطه علاش درتي الدفاخه فايز هذيك الطوموبيل اللي لابسه مسكينه راه ما ديرش مارش انا ولا انت يا سفيان نعم كتفكر النقله هذيك الورقه ديال النقله بحال هكا كنبداو نديرو تحطو هنا كاش في داني ما نقلتش انا ما نقلتش من نقل انتقال كون قلت كون نجحت شحال شنو هذا عبد الرحيم ساجد دابا قدام الناس دابا قدام الناس اتهز التليفون ديالك وادخل للبنكه ديالك وتورينا شحال عندك في الكونت رشاشه وليدي رشاشه دخل دوش 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 سفيان والله العظيم عبد الرحيم ساجد الى براد بلاشي بلاشي دوش نجيب شامبوان بلاتي هكا كان عندي فائزة هادي خطيرة يلا انت كي غلط سامع كلي يلا ولا كادي من الصاير صاير طيب طبعا نط ارطيت طبعا نطش الزقني سكوت صح معا ومعنا 200 درهم ضامناها 200 درهم ديالك سايب سايبها فيها الفلوس
علاش كتحطها هنا؟ بقاو غير جوج هنيني. صراختي الى جاك شي مخرج وعرض عليك فيلم سينمائي فيه قبله بمقابل مال قيمه كبيره واش تقبل؟ لا ما نقبلش طبعا. ياك ياك الله يقول نقبل. لا لا بلا بيك ما نقبلش. اوكي شد السؤال. ايوا بغيت نعرف اختي واش طلعي معايا ولا لا؟ ايوا صافي انتينا مسخه. يلا سنهز جوج هادو. وحده. السؤال كيطرح بزاف هاد السؤال. داكشي علاش طرحت ولا؟ طرح بزاف. نجاة شقرون. بن. نجاة بن شقرون. هادي من الفاس. واش عمرك ناري خطيرة فاسية مادام قلتي فاسية لو فاسية. واش عمرك. أتجاوب بصراحة. واش عمرك يا سفيان جبتي صاحبتك للدار وكنا حنا مسافرين؟ لا ما كاينش هادي. ما كاينش. ما كذبتيش؟ لا ما كذبتش. علاش ضحكتي؟ باغي نشوف لسه باغي كانتي معاها وفي جلسنا وانتي ها دابا اش قالت؟ واش تجلس؟ لا ما غنجلس لا ما كايناش هاد القضية. دار ديال الوالدين كتبقى دار ديال الوالدين وكتبقى محترمة. تقطعت هنايا. شكون؟ شو سميتها؟ هادي لالا خديجة. خديجة 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 اش؟ لا هادي خديجة ديال في انستغرام هادي هذاك هي لا تحاجة. اها فإذا تزوجات وقال لك راجلك حبسي اليوتيوب ولا صافي الله يعاونك بنت الناس. ولكن هاي قد بيا زعما ولا شنو واش غتكملي هاد السيد هذا اللي قال لك زعما كذا غتحبسي اليوتيوب ولا الا كنت مبغي نحبس شدي ولا لا وليتي تعقد هاد الايام لا لا الا كنت مبغي نحبس عادي يلا تحبس واحد عام ونص وترجع دير الخاطره انا نقرا سامية الزهراوي شنو السمية ديال البنت اللي بغيتي في حياتك؟ مايضة هيدا حسيت واللي بغيتيها بزاف عرفاتني ما غاديش نقولها انا مالي انا والله ما انا اللي كتبت بالله سيس. والله واش انا اللي كتبتها؟ لا الانستغرام هما اللي يسولوا مالي انا وبزاف منهم والله الا بزاف منهم بزاف د البنات قالوا هاد الكلمة سيس غني شي حاجه ديال الهنود الهنود هنود لا غني اني اغرق 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 صافي بقاو كذا شكون اختار يلا جليله البيضاويه الله فرض عليك خطيبك واش تزوجو ها فرض عليك خطيبك قال لك باش تزوجو امو تجلس معاك في الدار ما بغيتش حماتي تجلس معايا ما تبغيش صافي صرح باللحم يخلف هي على راسي وعيني عليها يعني باحترام اي حاجه على الراس والعين ولكن نبغي نبقى حره في داري مع راجل يعني السؤال اللي طرح لسفيان في الاول على اساس المراه تقول له ما نسكنش مع دارك مع والديك هو اختار قال لك ما يمكنش لا انا سؤالي عطاتني كل واحد لا زعما انت الفكره ديالك ماشي بحال فائزه لا السؤال اللي عطاتني قالت لي زعما مرتك ما تبغيش ماما كتجي عندها للدار لا لا قلت لك قالت لك مرتك انا كنبغي امك ما نسكنش معاها ولكن ما بغيتش لا شي لا ما بغيتش ها هما يقولوا ماشي كنبغي امك قلتي لي مراتك جات وقالت لك امك ما تقعدش عندي في الدار ما تقعدش بغيت نبقى بحريتي انا كندوي احبابي على بالنسبه مثلا الام ديالك مثلا ما عندها لا دار لا حتى حاجه فين تجلس
وجات بغات تجلس معك في الدار ما يمكنش تجري على امك، هادو هي المساخط اللي كيديروها. ولكن بالنسبه لاي امراه انا بصح عند فيزا الحق، وكتبغي تخلي واحد ليميت ما بينها وبين حماتها باش ديما تبقى تشوفها زوينه وكذا وداك الشيء، حيت النقاشات كيوقعوا ما بين الراجل والمراه، هي ما نفسها غادي تجيها انا على ولدها ما تبغيش اللي تغوت عليه، ولكن ما بين لي كوبل ديما كيغوتوا الصداع. انا كندوي في حاله انه الوالده ديالي ما عندهاش فين تبقى. هذيك لا ما يمكنش، هذا كيتسمى انسان مساخط وهذا الشيء اللي كاين. عندي اخر سؤال، عطيني يا سفيان اسماء ديال اليوتيوبر اللي ما كتحملش. وختام واتدويشه. وختام واتدويشه. اوبا فايزه سفيان اوفيسيال. والله باكر لي من يدك. قولي الاسماء، ما كاينش فايزه سفيان. ياك يوتيوبر هذوك ماشي يوتيوبر. خويا قول لي يوتيوبر قاطيب. يلا قول. اه شوف قلاش يوتيوبر اوروبيان ولا في امريكا اللاتينيه شي سميه غابره. لا دابا انا خاصو يقول داكشي اللي نيكو وحق ربي العلي العظيم حتى كذاب. لا لا مغاربه المغاربه مغاربه لا مغاربه مغاربه هو كاتبه مغربي مغربيين. انا ما تنبغيش هذوك اللي الله يسام سطينا ما اللي كلهم اليوتيوبر ما حتى شنو سميتهم شنو السميه؟ لا ما نجبدهمش السميه. جلس يلا جلس شي واحد يلا جلس جلس. انا ما قلت سفيان ما تبغيش راسي. جيب لي شامبون جيب لي شامبون. هبط هبط هبط. لا 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 هبط شويه. لا ما تقيسنيش ما تقيسنيش. لا في ظهرك كدير في ظهرك. لا ما عنديش والله. هبط شويه هبط شويه هبط شويه هبط شويه هبط شويه. والله تلو حالي والله تتهرب. ولهذا نعلن بان فائزه تربح 2000 ديال الدرهم زائد 200 درهم قدام الناس. حق الله العلي العظيم عندهم فلوس. سيرجي بيا 200 درهم عنده الفلوس. حلو حلو المريو ديالو وطقم ديالو وجيبو. وحبايبي نبغي نقول لكم وانه تبارك الله عليكم والهلا يخطاكم. وكان زعما اسئله زوينين في التناول 40000 شحال فيها من 100 درهم داكشي خطير. ولكن انا وحمزه حمزه انا وياك شنو؟ لا حنا 4000 ريال غتعشينا بها 11 12 13 14 15 17 18 19 20 هنا 2000 درهم خصو يزيد لي 200 درهم والله ما قطع الفيديو. لا هذيك ديالنا حنا مصور وديال داك الشيء. سالي تحت المليو فين حطيتها؟ قلتي لها في شي بلاصه اخرى. واش نقول لك انت؟ انا شوف مونتاج شوف 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 قلتي لها والله الا لاقات استمتعتوا. ولهلا خطيكم كنبغي نقول لكم والله الا زعما ضحكنا ولعبنا ودرنا اسئله زوينين وكاش ودوشنا. لي زامي كنشكر كاع الناس الصراحه ديال الانستغرام ويوتيوب وكنبغي نشكرو هو اللي رزقت فيه ديال الانستغرام ويوتيوب لا 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 مسكين دابا انت شنو درتي 200 درهم زائد والله يبغي يشد ياك لا واحد لا بلاش بلاش سدي علينا سدي علينا بلاش 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 الله في بلاش ندير واحد الحاجه الله في شات طرق علي وفي الاولى يلا الله في شات. حيدي فلوس حيدي فلوس من عندك الشارجر من تما اللي بداو الطلاط داروا بالماء. لا ها هي النبته ها هي الفليته ها هي الكبته. يلا في شات الله في شات انا شنو دير انت؟ انا ندي والله تندي هندي هندي. لا لا خويا ما غادي نديرها. جلس 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 جلس. دابا انت بغيت خليهم ديكور. يلا الا بلاش بلاش. لا ما كاينش بلاش ما كاينش بلاش. نقول واحد الحاجه ما كاينش فلوس ما كاينش فلوس ما عنديش الزاق اليوم في الفلوس. فلوس سيبي الا فيشات. يلا سيبي سيبي تسعليا. يلا سير الله فشات لي زامي 1,000,000 ان شاء الله اللي غادي يكون ان شاء الله في الحفله اليوم اعلى بزاف ان شاء الله. الله فشات ولا يا انا ربحت 2000 درهم و200 درهم نورمالمون ربحي 1,200 درهم 1000 درهم ديالك. كون درت على 100 درهم لا كون درت على 100 درهم قلت لك كون فاقه دابا بازار بشحال بقاو 100 200 300 400 على 100 درهم. يلا عطيني 100 درهم. 100 درهم نفخ. يلا يلا وافقتي. يلا وافق 100 درهم نفخ. يلا 100 درهم نفخ. سير يلا سير. طب خلي هذه بلاش. لا 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 نعاودوا باش تربح 100 درهم باش تولي 300 درهم. يلا سير. الله فشات
اوكي 100 درهم ديالك. دابا انا خاصني الحار. اوكي شحال بقى؟ وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه 100 درهم عندي. 100 درهم انا حاكم. هذه 200 درهم عرض فلوسه. لا 300 درهم. 300 درهم. الصرف. ما تضربش عليا، خليني نفكر شنو كدير هذيك. عرفيشات عرفيشات يلاه بقى بقى 200 بقى 200 بقى 200 واش منيت؟ لا دابا هذا شي فيديو باقا 200 درهم. دابا الا جبت هاد الجوج لي زامي ما نعطيه والو بلا تبكى. غدير دابا نتايا هادي قلبشات ها 300 على الاقل 500 درهم. بلاش غدير دابا قلبشات 400 الله خلصي لينا اخوتي تبارك الله عليكم. شكرا لله يدينا اخوتي. اخوتي تبارك الله عليكم كحماق عليكم بزاف. نبغيكم كاملين اخوتي السبور لي زابوني نبغيكم كاملين تتابوناو عندنا. نتمنوا نكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفيديو اللي غايشوفوه الدراري. وكنشكر لي فان ديالنا اللي دخلوا داروا لنا اسئله زوينين ووقفوا معنا وتشجعوا معنا ولا لا يخدكم. وتبارك الله عليكم دخلوا انستغرام ديما كنبغيو نديروا بحال الفيديوهات، ولكن نبغيكم كاملين تكونوا معنا في انستغرام ديالنا سوفيان.تي اش فيزا تايت 58 كحماق عليكم بزاف. بزوات لكم ولا لا يخدكم.